شهد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، شهد افتتاح النسخة الثالثة من بطولة السفير الكوري للتايكواندو. تأتي هذه البطولة بتنظيم من الاتحاد البحريني للتايكواندو بالتعاون والتنسيق مع سفارة جمهورية كوريا الجنوبية لدى مملكة البحرين على صالة الاتحاد البحريني لكرة الطاولة. وقد حضر افتتاح البطولة سمو الشيخ سلمان بن محمد الخليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس المجلس البحريني للألعاب القتالية، وسفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى مملكة البحرين سعادة السفير هاي كوان تشونغ، ورئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة سعادة الدكتور عبد الرحمن صادق عسكر. وبهذه المناسبة قال سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة: نعتز بالعلاقات المتقدمة التي تربط بين مملكة البحرين وجمهورية كوريا الجنوبية الصديقة، والتي امتازت بالتنامي المستمر في مختلف المجالات وساهمت في دعم العلاقات ووصولها لمستويات متطورة انعكست بصورة إيجابية على زيادة التعاون بين البلدين الصديقين. وأضاف سموه: نتطلع إلى بناء جسور من التعاون الثنائي بين البلدين في المجال الرياضي، لا سيما على مستوى الرياضات القتالية، والتي تسهم في تطور هذا المجال وتدفع منتسبيه إلى الارتقاء بمستوياتهم، والتي تنعكس على تقديم الأداء المشرف والمنافسة على تحقيق المزيد من الإنجازات. مشيرا سموه إلى أن جمهورية كوريا الجنوبية تمتاز بكونها البلد المؤسس لرياضة التايكواندو، والتي تعد إحدى الرياضات القتالية النبيلة، والتي استطاعت من خلالها أن تحظى بالاعتراف الأولمبي وإدراجها ضمن الدورات الأولمبية منذ عام 1988. وقد أشاد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة على الجهود الكبيرة التي يبذلها الاتحاد البحريني للتايكواندو برئاسة السيد عبد الله عيسى الدوي في تنفيذ البرامج المشتركة مع سفارة كوريا الجنوبية، مما يدفع إلى تطوير وارتقاء مستوى رياضة التايكواندو البحرينية، متمنيا سموه كل التوفيق والنجاح للفرق المشاركة في هذه البطولة.